بسم الله الرحمن الرحيم. في كتاب من كتاب المستطرف في كل فن مستطرف لشهاب الدين الأبشهي قال: وحكي أن مطيع بن إياس مدح معنى بن زائدة بقصيدة حسنة ثم أنشدها بين يديه، فلما فرغ من إنشاده أراد معن أن يباسطه فقال: يا مطيع، إن شئت أعطيناك وإن شئت مدحناك كما مدحتنا. فاستحيا مطيع من اختيار الثواب وكره اختيار المدح وهو محتاج، فلما خرج من عند معن أرسل إليه بهذين البيتين: ثناء من أمير خير كسب لصاحب نعمة وأخي ثرائي، ولكن الزمان برى عظامي ومالي كالدراهم من دوائي. فلما قرأها معن ضحك وقال: ما مثل الدراهم من دوائي، وأمر له بصلة جزيلة ومال كثير.